يا أخي والله العظيم شيء نحن عم نشوفه نحن حاليا، ما حدا عم يشوفه ولا حدا عم يذوقه. والله العظيم عم ننام كل ليلة أصعب من الثاني. والله في عندي قبو مستودع، والله ارتفاعه 180 سنتي، ما بدأ بدأ الراس كل نهار نايمين فيه بالليل وبالنهار. بعد ما نروح نبرك ناكل ناكل فيه. طلاجة ما لي حدا هون بالجسر، ما بعرف وين بدي اروح، تحت الضرب وتحت القصف. عندي اطفال وعندي طالبين رحمه من رب العالمين، عم نخبيهم تحت الاحرامات او بطلعهم بهربهم بالاراضي، وين بدي اروح فيهم؟ ما في حدا بالسوق، كله مسكر. خبز يعني يلا نقدر ندبر حالنا نجيبه. عند نزاع السوق ما في محلات، مسكرة كل المحلات. يا أخي هلا بالنسبة للضرب والشيء اللي صار، في عالم طلعت من الجسر، عالم طلعت كتير، وفي منا ما طلعت. هلا اللي ما طلع ما عنده إمكانية، يعني من ناحيتي أنا كشخص أنا ما عندي إمكانية أطلع برا الجسر خالص. لا عندي ميتور ولا عندي سيارة ولا عندي قرايبين ولا عندي مخيمي ولا عندي شيء أبدا أبدا. يعني إذا بدي أروح جيب ربطة خبز أقل من دقيقة لازم أروح جيبها وأرجع، ولا محلات فاتحة ولا عالم فيه ولا شيء فيه. يعني إيش نسوي؟ صاروخ ضرب بعيد عننا 200 متر، 200 متر هون على الطريق العام، حتى قصة للسجرة الشظايا إجت لهم.